سعيدة بالصحة والسلامة وطول العمر، ورفع علينا ربي هذا الوباء، وتكون سنة خير علينا وعلى سيدنا صاحب الجلالة الله ينصرو. وواحد الرسالة للرئيس الحكومة ديالنا، تهلا شي شوية في البلاد ديالنا، تهلا فينا شي شوية، وعاش الملك. هادشي اللي غادي نقولو. نشكروه، الله يدخل علينا هذه السنة إن شاء الله بالصحة والسلامة والعافية، ويرفع لنا هذا الوباء، ونكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. نصرنا على الأعداء والتي يطلبنا الله ياخذ فيه الحق يا ربي. وتنتمنى جميع المسلمين في الأرض كلها يكونوا بخير وعلى خير يا ربي، وجميع البشرية كلها باش يكون شيء إن شاء الله ناشط وكل شيء بخير، ونتمنى ازدهار للجميع والصحة والسلامة والعافية. والله ينصر سيدنا وينصر سيدنا بزاف بزاف اللي حامينا في هذا الوطن يا ربي، تنصروا وتخلي لنا دائما فخرا للوطن. إذا سولنا قلنا لك شنو الرسالة ديالك لرئيس الحكومة سيدي أحمد نور؟ هو يتهلا في الناس، الناس يتهلا فيهم، وانت كون شغل هاد الطلبة المساكن الشباب كلهم يشتغلوا إن شاء الله ويكونوا بخير وعلى خير. وراه هو تنتمنوا فيه خير، داكشي اللي قال لنا راه نتمناو يحقوا إن شاء الله عما قريب، هو فالخير يكون خير إن شاء الله المغرب يا ربي. تبارك الله عليكم. الوباء ورزق الملك ديالنا الصحة والسعادة ولنا، ورزقوا صحة جديدة إن شاء الله. شي ما نتمناو.